جاءت في حديث آخر تسمى سعفة من الشيطان، سعفة من الشيطان، وهو أن الإنسان في ظاهره يعمل صالحا لكنه يؤتى من قبل إعجابه بنفسه فيظن أن الناس على ضلالة وهو على هدى، وأن الناس لا محالة معذبون في النار وأنه ناج، وأن الناس في درجات أو في دركات وأنه في أعلى المنازل. وقد تأتي للعبد وهو عياذا بالله وعافانا الله وإياكم وهو حتى في المسجد،